معنا مباشرة من جابس مراسلنا مراد الرمضاني. مراد، كيف هي مجريات هذه الدورة السينمائية في جابس؟ نعم، هي أجواء متميزة تعيشها ولاية جابس على وقع مهرجان جابس سينما وفن الذي انطلق منذ السادس من هذا الشهر ويتواصل إلى 12 من نفس الشهر. أكيد شاهدنا أفلام متميزة، هناك أفلام تونسية وهناك أفلام يعني عالمية وأفلام عربية، حضور يعني جماهيري مكثف شهدته هذه الدورة، وأيضا شاهدنا حضور العديد من الممثلين المشاهير، حضور بعض أيضا السياسيين، حضور يعني ثلة من المثقفين في هذا المهرجان. وأيضا تحضر معنا في هذا المهرجان أكيد النجمة هند صبري الرئيسة الشرفية لهذا المهرجان، وهي حاضرة معنا اليوم لتحدثنا عن أهمية هذا المهرجان في النهوض بجهة جابس التي تشكو منذ سنوات من مشكل التلوث. صحيح، احنا اليوم من كلية العلوم في جابس، لذلك هذه حاجة باهية برشا، شراكة العلم والثقافة. فما سيكسيون موجودة من لي سيكسيون بتاع المهرجان اسمها تعال شوف، وكلية العلوم في جابس هي اللي اليوم محتضنتنا. لا سال كومبل كيف ما نجمتوا تشوفوا، لي سال الكل، القاعات الكل، العروض الكل، حتى العروض الأفلام القصيرة راهن 4 سنين التالي على الجمهور. قالوا لنا الجمهور ماهوش باش يتبع اليوم، احنا مانيش قاعدين، معناها اون با سي ديسباس على الجمهور الكل. الجهه تعاني مش كان من التلوث، تعاني كيف ما برشا جهات اخرين زاده من التصحر الثقافي التصحير الثقافي، وذاك علاش احنا وقفنا. انا اصيله جنوب تونس من ولايه قبلي، جابس وقبلي كانوا ولايه واحده، دونك فما ارتباط بالجهه شخصي وارتباط زاده باهتمام بكل تراب الجمهوريه، على خاطر ما نجموش نقعدوا في شمال جنوب، شمال يوصل لكل شيء والجنوب ديما مخر. دونك وجودي من اول عام حتى اليوم، وجود كل القائمين على المهرجان واهل المنطقه ورجال الاعمال اللي يحطوا فيه امكانيات كبيره باش المهرجان هذا يقوم، والمهرجان كيقوموا المهرجان هذا يقوموا معاه بنيه تحتيه، وتله، طرق. جابس دوفني بلوز اكسيسيبل، وان شاء الله كل عام أكثر. اليوم فما زادة تشغيل، فما مواطن شغل قاعدة تتخلق في تفتح في الجهة. دونك أنا فرحانة على خاطر في 4 سنين، وأربع سنين ما مش برشا، سيغتو الكوفيد كان فيهم في النص، شفنا بالحق حركة في الريجيون الكل. واليوم يجيو بالواج باش يتفرجوا على فيلم ولا باش يتفرجوا على فيديو، على خاطر زادة عندنا أون سيكسيون فن الصورة. فن الصورة هو اليوم أنتم عارفين معناها من احدث الفنون، وجابس سامحني وجابس على بوينت فريمون. دونك فرحانين ونشكر الجمهور. نعم. نشكر اهل جابس، نشكر الجمهور. يعني هند، دعني اسالك ايضا، اليوم تنقلت الى سوق جاره الذي يعني شهد حريقا منذ مده، وايضا كانت هناك حريقه اخرى. هي رسالة دعم للجهة، وهذا جميل جدا أن نشاهد المثقفين اليوم يدعون إلى التضامن مع هذه الجهة. مش لوحدي، ذولي مش لوحدي، الفنانين الموجودين التوانسه الكل اللي كانوا موجودين ضيوف المهرجان مشاو لسوق الجاره، ومن غادي كلنا عطينا رساله مهمه، اللي احنا موجودين مش كان في العاصمه، احنا موجودين في تونس الكل، تراب الجمهوريه الكل اللي يهمنا ويخصنا، واللي مش كل جهه وحدها، ومش كل جهه قاعده تدافع على روحها وحدها ولا تحامي على تراثها وحدها. سوق الجاره تراثنا الكل، كيف ما صارت مشاكل اخرى في ولايات اخرى، تونس نتاعنا الكل، ونخافوا عليها الكل. شكرا، شكرا هند صبري الرئيسة الشرفية لمهرجان جابس سينما فن على هذه الكلمات الجميلة. نلقاكم في مراسلات أخرى ونقاط خارجية أخرى بإذن الله. شكرا جزيلا لك مراد ولضيفتك، وهكذا مشاهدينا الكرام نصل